طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم الانيت اميونيتي، حنتكلم اليوم ايش ديفينيشنز للانيت اميونيتي، ما هي الكاركترز اور بروبرتيز اوف انيت اميونيتي، وحنتكلم على الميكانيزم اوف اكشنز كيف تشتغل الانيت اميونيتي، وفي النهايه زي ما اتفقنا حنعمل تقييم لانفسنا. ديفينيشن، احنا اتفقنا بتعريف عام للانيت اميونيتي، قلنا انها هوست ديفنس ميكانيزم اجينست اني فورين بودي in general بشكل عام، وقلنا يومها ناقشنا انه ما ينفعش نقول اجينست مايكرو اورجانيزم، لانه لو في اي انترنال سيلز حصل لها ابنورمال سيلز لابد الاميون سيستم يتخلص منها، فبالتالي نقول اجينست اني فورين بودي. طيب الانيت اميونيتي ما هي؟ الانيت اميونيتي هي عباره عن it is natural important barriers against invasion by any foreign body. إذن هي عبارة عن حواجز طبيعية. الله عز وجل خلق كل البشر بهذه الحواجز الطبيعية. هذه الحواجز الطبيعية تمنع أن يحصل invasion by أي foreign body. جميل. طيب تعالوا نشوف الكاركترز حقها وحنعمل اكسرسايز، لأنه دي مفروض من الديفينيشنز طلعوا أنتم الكاركترز حقها. ففي اكسرسايز رقم واحد حتشوفوا الكاركترز للإنيت إميونيتي. فتفضلوا لو سمحتوا أول أمر اتفقنا عليه إنه الإنيت إميونيتي أول صفة لها إنها الربت، وقلنا ليش ربت؟ لأنه ذي عبارة عن المحيط اللي يحيط زي ما قلنا بأي بلد أو يحيط بالجسم، فبالتالي هو بارير، فأي فورين بادي عاوز يدخل الأكشن جاهز على طول سريع. الصفة الثانية قلنا إنها ناتشرال إمبورت بارير، يعني حواجز إحنا مولودين بها طبيعيا، فهي حواجز عند البشر بشكل طبيعي. الامر الثالث قلنا انها it doesn't need previous exposure، يعني لو قدامكم هذا الجدار للانيت اميونيتي، لو في اورجانيزم دخل في الفيرست اكسبوجر نفس الاجراء حيحصل لو دخل في السكند اكسبوجر، فبالتالي ما تفرق اطلاقا، مره ومرتين 20 100 مره نفس الاكشن، فبالتالي ما تحتاج تعرض سابق عشان تطور من الياتها. الأمر الآخر أكيد ما دام عندها هذه الصفة هي نون سبيسيفيك، يجي لها فورين بادي سواء كان بكتيريا سواء كان فيروس أي تايب من البكتيريا ما تفرقش معها خالص، فهي بالتالي الأكشن حقها نون سبيسيفيك. الأمر الآخر أكيد ما دام تمتلك هاتين الصفتين إنها نون سبيسيفيك و it doesn't need previous exposure، أكيد ما معها ميموري سيل. ما معنى ما معهاش ميموري سيل؟ إنه جالها هذا الفورين مرة وعشرين نفس التعامل معاه، مش حيحصل أي تطوير في التعامل اجينس هذا الفورين بودي. الامر الاخر اكيد عاوزين نتفق انها افكتيف، بدليل ان احنا زي ما قلنا بنعيش شهور وسنين واحنا الحمد لله ما عندنا اي ديزيز بفعل الانيت اميونيتي. طيب تعالوا نشوف الميكانيزم. في معنا فور باريرز، اربع حواجز طبيعيه موجوده في اي جسم انسان. الحاجز الاول نسميه فيسيولوجيكال بارير، الحاجز الثاني نسميه هيومرال يعني خلطي، الحاجز الثالث نسميه inflammatory barrier، والحاجز الرابع نسميه cellular. حتكلم على الثلاثة اليوم والcellular لأنه مهم جدا وفيه ستة تمارين فحاجله إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. أول حاجز اللي هو physiological barriers، ثاني حاجز زي ما قلنا humoral defense mechanism أو humoral barrier، ثالث حاجز اللي هو inflammatory barriers، ورابع حاجز اللي قلنا عليه هو cellular defense mechanism or cellular barriers. طيب تعالوا نشوف اول واحد اللي هو physiological barriers at the portal of entry، اماكن الدخول ايش الوضع الطبيعي اللي فيها. اول امر السكن، اي مولود يولد سبحان الله واحنا عايشين سكن انتاكت، ما معنى انتاكت ان ما فيش اي ابريجن، فبالتالي طالما انه انتاكت حيمنع دخول اي foreign body، فبالتالي له دور كبير جدا. الامر الاخر زي ما انتم عارفين في السكن في معنى الابيديرمس وفي معنى ديرمس، لانه انتاكت فالسيلز في تايتلي جانكشنز، التايتلي جانكشنز ده يعطي صفه البارير انه انتاكت سكن.
الصفة الأخرى في الديرمس زي ما أنتوا عارفين في معنى السبيشيس جلاند وفي معنى السويت جلاند. السبيشيس جلاند إنه إحنا تعرفوا لو واحد عمل شاور يخرج قطرات الماء على جسمه. ما معناها؟ معناها إن في كمية فاتي أسيد موجودة بشكل كبير. من يطلع هذه كمية الفاتي أسيد الموجودة بشكل كبير؟ سبيشيس جلاند. سبحان الله، هذه كمية الفاتي أسيد ما تخليش أي فورم بودي يحصل له كولونايزيشن. فهي باستمرار احنا الجسم حقنا دهني نتيجة السبيشيس جلاند اللي بتطلع فاتي أسيد. طبعا السويت جلاند بتطلع كمان اللاكتيك أسيد، فبتكون البي اتش تكون واطية وبالتالي غير ملائمة لأنه يحصل أي كولونايزيشن. هذه حاجة فطرية عند كل البشر، فبنقول إنها حواجز طبيعية. الأمر الثالث، في 2015 في عالم جاء عمل التجربة دي، جاب واحد فلانتير وجاب الثلاث الأصابع حقه. الثلاث الأصابع اللي في اليمين لوثهم أو عمل لهم مسحة بشريشة كولاي، والثلاث الأصابع اللي في الشمال عمل لهم مسحة بالستافيلوكوكس أوريس، وخلاهم 30 دقيقة، خلاه كده 30 دقيقة بحيث يحصل كرومايزيشن. بعد كده راح جاب بليتس عشان يشوف إنه هيحصل نمو للأورجانيزم ده ولا مش هيحصل، فخلى كل واحد يعمل الثلاث الأصابع على البليت ده اللي هو حق الإشريشة كولاي، وعلى البليت ده اللي هي حق الستافيلوكوكس أوريس، وعملهم إنكوبيشن at 37 degrees centigrade لمدة 18 إلى 24 ساعة. وبعد 24 ساعة جاء شاف البليت، فشاف المنظر ده، شاف إن الإشريشة كولاي ما حصلش فيها أي كولونايزيشن، أي نمو خالص، بينما الستافيلوكوكس أوريس حصل جروث على الطبق. ما معنى الكلام هذا؟ معناها انه واضح ان في بروتين طلع في السكن طلعته اللي كان عنده إشريشيا كولاي، هذا البروتين ما خلاش الإشريشيا كولاي انه يحصل لها جروث. هذا البروتين اسمه سورياسين، ودي سبحان الله حكمة الله عز وجل. حتى الناس اللي عايشين في باد هايجين، في ظروف صحة، قصدي باد هايجين معنى انه الوضع الصحي او الصحة العامة سيئة، فتعرفوا لما ما يكونش في نظافة بشكل كبير حتكون الإشريشيا كولاي يحصل لها كولونايزيشن بشكل كبير على السكن، لأنه بيروح الحمام ويخرج، وزي ما أنتم عارفين الإشريشيا كولاي ملانة في الانتستين. فدي حكمة الله عز وجل إنه الناس دول في السكن يطلع بروتين اسمه سورياسين ما يخليش الإشريشيا كولاي يحصل لها جروث، لكن بالنسبة للستافيلوكوكس أوريس ما يقدرش السورياسين إنه يعمل لها كيلينج أو بريفنت الجروث. ولذلك تلاحظوا اذا انتم سامعين اكيد فود بويزنينج يحصل بالستافيلوكوكس اوريس، واحداها من طريق الفيكال اورال روت. هذه حاجه في السكن. من ضمن اللي في السكن في الابيثيليال سيل بتطلع بروتين اسمه الديفنسيل. الديفنسيل له مايكرو بايولوجيكال اكشن، فاي مايكروب يعمل له ديستراكشن. فدي سبحان الله حاجه فطريه وطبيعيه عند الناس كلهم. الامر الاخر بالنسبة للكونجكتايفا، الكونجكتايفا اللي هي الملتحمة نسميها صح؟ ملتحمة. الكونجكتايفا ايش اللي فيها؟ قالوا لو تأملنا احنا البشر في عيون بعضنا البعض، مش كل شوية وعينك ترمش؟ كذا فترة سبحان الله. قالوا هذا انها ترمش كل شوية يولد حاجة اسمها ثنتين. ايش يعني ثنتين؟ دموع صغيرة ما تشاهد. هذه فينتير فيها لايزوزايمز، اللايزوزايم ده يكسر اي بيبتايد وجليكان، فبالتالي اي اورجانيزم يعمل له ديستراكشن واحنا ما نشعرش. تصوروا هذا الرمش البسيط اللي ما نشعر بهش خالص يولد الفينتير ما نشعر بهاش خالص. الفينتير دي فيها لايزوزايمز، اللايزوزايم يعمل ديستراكشن للبيبتايد وجليكان. ناهيك عن التيرز، ناهيك عن الدموع، والاخوات محظوظات بشكل كبير. الدموع هذه لا طريق، يعني حتكسر اي اورجانيزم حيحصل ديستراكشن لاي بيبتايد وجليكان، وبالتالي دي مناعه فطريه عند البشر كلهم. الاشياء المناعيه او الحواجز الطبيعيه في الجهاز التنفسي، اول حاجز اللي هو حاجز مهم جدا المايكوزال ابيثيليا. سبحان الله مش ملاحظين واحد لما يجي له اي انفكشن الميوكس يحصل له انكريز في السكريشن؟ دي حكمه الله عز وجل عند البشر كلهم. لا تنسوا احنا نتكلم عن حاجه النيه. الميوكس ده لما يطلع يعمل ترابنج لاي مايكروب، يلتصق بالمايكروب، فلما يلتصق بالمايكروب ما عاد يخليش الميوكس ده ما عاد يخليش المايكروب يعمل كولونايزيشن
في السكن. فدي سبحان الله عند البشر كلهم انه يحصل ميوكس سكريشن افتر اي انفلاميشن، فبالتالي الميوكس ده يعمل ترابينج للاورجانيزم وما يخليش الاورجانيزم يعمل كولونايزيشن. الميوكس ده موجود سواء في الكونجكتايفا، في الريسبيراتوري سيستم، في الجي اي تي، في اليوروجينيتال، فكل دي مبطنه بميوكس. الميوكس ده بيعمل ترابينج للاورجانيزم فما يخليش الاورجانيزم يعمل له يحصل له كولونايزيشن على التارجت. سبحان الله كمان الميوكس ده حيعمل بريفنت للترابينج. مش معنا احنا سيليا في الجهاز التنفسي نسميها احنا سيليا اب، الموفمنت حقها الى فوق معناها انها تعمل طرد لاي ميكروب بالاتجاه الجهاز التنفسي. مش كمان المعنى الكافينج، مش واحد خلاص هيحصل ميوكس وبالتالي هيحصل اريتيشن وهيعمل كافينج. الكافينج احنا بنقول حاله مناعيه تعمل طرد لاي ريفلكس لاي ميكروب. نفس الوضع بالنسبه للسنيزنج، اي واحد بيعطس بيطلع كميه كبيره. فدي كلها حاجات طبيعيه كل البشر تحصل عندهم. الامر الاخر في الجهاز التنفسي في معنى الانف، الانف سبحان الله في موجود شعيرات موجوده. الشعيرات دي هدفها عند الناس كلهم هدفها هدف مهم جدا انها تعمل ما نسميها بترابينج لاي مايكرو اورجانيزم. فالترابينج ده اللي يحصل الشعيرات اللي هي الموجوده تعمل عمليه ما نسميه بالتراب للمايكرو اورجانيزم وبالتالي ما يحصلش انفيجن للمايكرو اورجانيزم. الاير الاذن سبحان الله اول الاناتومي اللي واضعه فيه ما يحصلش دايركت كونتاكت مع الهواء الملوث، مش شكلها على الاس جي، فما يحصلش اي دايركت كونتاكت مع الاير مثلا لو في هواء ملوث. الامر الاخر مش كل واحد الاذن حقه ملانا ووكسس. سبحان الله حكمه الله عز وجل عشان اي اورجانيزم حاول يدخل من هذا المنفذ الووكسس دي موجوده بشكل كبير جدا حتعمل عائق ما تخليش الميكروب يحصل له انتري. الامر الاخر في الجي اي تي والجاسترو انتستينال تراكت، اول امر السلايفا. السلايفا ملانا هيدروليتيك انزيمز فبالتالي اي ميكروب الهيدروليتيك انزيم دي تعمل له ديستراكشن. كمان في الجي اي تي معناها نسميها محرقه الاتش سي ال. اتش سي ال محرقه لاي اورجانيزم ولذلك اي ميكروب يجي يتكسر في الاتش سي ال او في الاتش سي ال يعمل له ديستراكشن. لذلك انتم تسمعوا عن الفايبريو كوليرا. اسمعوا الان لو قلت لكم الاتي، لو قلت لكم انه انا ممكن اجيب مليون بكتيريا من الكوليرا فيبريو كوليرا واخلطها في ماء واقول لك اشرب يا خشاب اشرب على ضمانتي بلاش اشرب انا، مش هيحصل حاجه. ليش؟ لانه احدى البرولانس فاكتورز للفيبريو كوليرا انه النمبر حق الانتري او الانفكتيف دوز لابد يكون 10 اس 9 يعني مليار خليه بكتيريه. فالمليار دول جزء منهم يروحوا في محرقه الاتش سي ال والجزء اللي يكمل الى الانتستين وبعدين يطلع التوكسينز هو الجزء الباقي. فبالذلك محرقه الاتش سي ال بتقتل عدد كبير من الميكروب وبالتالي تمنع انه الميكروب ده يواصل دوره حياته. الامر الاخر في الدايجستيف انزايم، معنى الدايجستيف انزايم بشكل كبير في الجهاز الهضمي كل الدايجستيف انزايم دي تعمل ديستراكشن لاي فورين بادي. سبحان الله حركة الأمعاء، الأمعاء احنا حقنا في موفمنت مستمرة، حركة الأمعاء دي ما تخليش أي ميكروب يحصل له كولونايزيشن، فباستمرار عند البشر كلهم في حركة في موفمنت، الموفمنت دي تمنع إنه يحصل أي كولونايزيشن. الأمر الآخر في الجي أي تي وفي أكثر من أورجن كمان، حاجة نسميها نورمال فلورا، أكيد درستوها اسمها كومنسلز، كومنسلز دير، اللي هي البينيفيت بالنسبة لنا. طيب النورمال فلورا دي هي موجوده على السيرفس في اورجانز بالنسبه لنا. كونها موجوده في السيرفس ما معنى الكلام هذا؟ انها تعمل كومبيتيشن يجي باثوجين فما ما يجيش مكان يستعمر هذا المكان، المكان كله ملان بالنورمال فلورا. فالنورمال فلورا اول اكشن حقها اكشن طبيعي او البيولوجيكال اكشن انها تمنع انه تستعمر المكان هذا على اعتبار انه قديم موجوده ملانا فيه، فيجي الباثوجين ما يحصلش اي مكان، كمان تنافسه على الغذاء وعلى كل الاشياء النيوترنس الموجوده، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية كمان النورمال فلورا تطلع سبستانس اسمها بكتيريوسين، البكتيريوسين أي باثوجينيك أورجانيزم تعمل له ديستراكشن، فشوفوا دي مثلا جاء باثوجين طلعت النورمال فلورا البكتيريوسين، بكتيريوسين عمل
destruction لل pathogenic organism. الأمر الآخر كمان بتطلع أسيد من حق هالبرودكس كمان أسيد. الأسيد مش بينقص البي إتش، فلما تنقص البي إتش بيكون الوسط غير ملائم لنمو الباثوجينيك أورجانيزم. دي كلها سبحان الله نسميها بايولوجيكال فانكشنز بالنسبة للنورمال فلورا تحدث عند كل البشر. للأسف الاستخدام السيء بالنسبة لنا إحنا الشعوب الأنتيبايوتكس الهابهازر يوز الأنتيبايوتكس. الأنتيبايوتكس اليوم أصبح يعطى باي هاند أو تي سي باي هاند، يعطى للناس كلهم. تخيلوا شخص بيستخدم أنتيبايوتكس على طول على طول بيعمل ديستراكشن للنورمال فلورا، فيتيح الفرصة لأي باثوجينيك أورجانيزم إنه يحصل له إنتري. فدي بالنسبة للباثوجينيك. من ضمن الجي آي تي في معنى كمان ديفنسين. الديفنسين زي ما قلنا قبل شوية له مايكروبيال إفكت، فيعمل ديستراكشن يحصل له ريليزنج، يعمل ديستراكشن لأي مايكروبيال إنفيجن. سبحان الله حكاية الدياريا لما يحصل دياريا ويحصل فوميتنج هي كلها عبارة عن ريديوزنج للميكروب. لما واحد يحصل عنده سيفير دياريا ما معناها انه كثير من الميكروب يحصل له طرد. بس النقطة المهمة في الموضوع اي دياريا خذوها قاعدة، اي شخص عنده سيفير دياريا او فوميتنج اهم شيء بالنسبة لنا نعمل كوركشن للفلويد. دي الأهم، لكن هي في النهاية احنا نقول انها جزء من الحالة المناعية بحيث انها تعمل طرد لأي ميكروب عبر انه يحصل الشخص ده يحصل عنده سيفير دياريا او يحصل عنده مثلا الموضوع الفوميتنج. دي بالنسبة للدياريا والفوميتنج. طيب تعالوا نشوف الجي اي تي الاسف الجينوتيروريتراكت ايش الباريرز الأساسية فيه. الفلوشنج اليورين شايفين هنا الاورجانيزم سبحان الله وانس واحد عمل يورينيشن حيعمل طرد لاي مايكروب، ولذلك ده طبعا في الوضع الطبيعي عند البشر كلهم. اذا اي واحد بس انه يروح يعمل يورينيشن حيعمل فلوشنج لاي مايكروب. لذلك انتوا لو تسمعوا عن نايسيريا جونوريا، نايسيريا جونوريا ما يقدرش معناها هي تصيب اليوريثرا، ونقول عليها انتيريور بتعمل انتيريور يوريثرايتس. ليش ما يقدرش اليورين يعمل لها فلوشنج؟ لان معاها باللاي، اللي باللاي دي تعمل اتاتشمنت على السلف، بالتالي اليورين ما يقدرش يعمل لها فلوشنج. طيب من ضمن الاشياء اللي موجوده في الفاجينا احنا نسميها كده، نسميها في المناعه نسمي الفاجينا اللي نسميها اميون فاجينا، ممنعه الفاجينا بالنسبه للعضل. ليش؟ لانه في معها اورجانيزم طبيعي اسمه لاكتوباسيلاي. اللاكتوباسيلاي ده يروح يحول الجلايكوجين الى اسيد، فمش حيقل الاسيد، البي اتش حتقل. البي اتش دي حتكون وسط غير مناسب لنمو اي اورجانيزم. كمان في صفه ثانيه للفاجينا اللي هي فيكس ستراتيفايد ابيثيليوم. الستريك ابيثيليا ما يخليش اي اورجانيزم يحصل انفيجن. فدي من ضمن الاشياء اللي هي حواجز طبيعيه سواء كانت عند الرجل او عند المراه. طيب لو تكرمتوا الاكسرسايز رقم 3 اسمه باريرز، فاتفضلوا. كل تذكير انه كيف ان في باريرز طبيعيه سواء كانت في الاي انه في معنى الاي ديزاين، سواء كانت في الجي اي تي، سواء كانت في الجينيتيريتاكت، سواء كانت في السكن. للتذكير فقط انه النيت اميونيتي هي عباره عن باريرز، والباريرز دي في معها كومبوننتس معينه بتشتغل عشان تمنع اي انفيشن باي مايكرو اورجانيزم. هنا السكن زي ما قلنا انتاكت، والسبيشس جلاند والسويت جلاند، وهنا الريسبيراتوري تاك قلنا فيها الهيرز وفيها السيليا وفي الكابينج والنوز، وهنا الاي قلنا فيها كمان الفليكينج ريفلكس وفيها التنتير. طيب
العمل الاخر الجي اي تي نيرف فلورا لو بي اتش والدايجستيف انزيم الجينيتال تراكت نيرف فلورا واللاكتوباسيلاي اليو تي اي في فلوشنج اوف يورين كلها امور طبيعيه فيها. طيب الان احنا خلصنا في السبيسيولوجيكال بارير، تعالوا نشوف الهيومرال بارير. الهيومرال ديفنس ميكانيزم او هيومرال بارير فيه الاتي. اول هيومرال يعني خلطي، حاجات خلطيه موجوده في فلويدز. طوج فيه حاجه اسمها لايسوزايم. انتم عارفين في الفاجوسيتيك سيل في اللايسوسومال جرانيولز. اللايسوسومال جرانيولز ملانه داخلها لايسوزايمز. اللايزوزايم زي ما اتفقنا قبل شويه انها تعمل ديستراكشن للبيبتايد جلايكان، فاللايزوزايم دي موجوده في كثير من السكريشنز، فبالتالي لما يحصل لها ريليزنج تروح تكسر بيبتايد جلايكان، وقلنا عليها هيومرال. الامر الاخر في معنى حاجه بنسميها لاكتوفرين والترانسفرين والفيريتين اللي نسميها احنا الايرون بايندينج بروتينز. ما معنى ايون بايندينج بروتينز؟ انها مولوكيول عنده القدره انه يحمل له هاي افينيتي انه يرتبط بالايون. شوفوا اللي حيحصل، هذا الاورجانيزم اول ما يدخل الاورجانيزم اللاكتوفيرين والترانسفيريتين والفيريتين يحصل له ريليزنج وسميناهم ايون بايندينج بروتين، فكل اي حديد يروح يعملوا له اتاتشمنت، فبالتالي يحرموا الاورجانيزم من فبالتالي الاورجانيزم ده حينتهي، ما عاد حصلش الايودين عشان يكمل الايود حقه، فبالتالي حينتهي. دي مناعه فطريه في كل السلز خاصه النيتروفيلز موجوده فيها اللي بنسميها الكتروفيرين واللي هي الايون بايندينج بروتينز. انترفيرونز في معنى تو تايبس خدناهم اول المحاضره الاولى، تايب 1 وتايب 2. التايب 1 انترفيرون وتايب 2. تايب 1 زي ما قلنا انه عباره عن انترفيرون الفا، وده usually producing by mononuclear phagocytic cell أو أي infected cell producing لل interferon alpha. الانترفيرون الثاني interferon beta، وقلنا إنه ينتج بالفايبروبلاست. دول كلهم الأكشن حقهم against the viral infection. التايب 2 gamma interferon mainly producing by T cell، وده له دور في الacquired immunity ونسميه immune انترفيرون، حنتعرض عليه ان شاء الله في الاكوايرد اميونيتي. طيب شوفوا الوضع المهم بالنسبه للانترفيرون، ركزوا معي بالله في هذا الانيميشن. الان فيروس دخل الى خليه، اول خليه يصيبها. الخليه دي اول ما شافت الفيروس وبدا يحصل ريبليكيشن هي بدات تقاوم هذا الموضوع انها تطلع انترفيرون. حتبدا هي تطلع انترفيرون، هي خلاص انصابت ما عندهاش مجال للبقاء. فحتطلع انترفيرون، الانترفيرون ده حيروح الى انذر سيلز، ينبه الانذر سيلز شوفوا انا انصبت فحاولوا تصرفوا مع هذا اللي غذاني واللي انهاني. فيروح شايفين الانترفيرون ده، اسف. الانترفيرون جاي الان حيروح الخليه دي اللي هي لسه ان انفكتد، لسه ما انصابتش. فاول ما يدخل الانترفيرون حيصبح هناك بروتين نسميه inactive proteins. inactive proteins موجود جاهز. ال inactive proteins لما يجي الفيروس مرة ثانية يصيب الخلية دي، الخلية دي قدها مسلحة اجينست هذا الفيروس. يحصل activation لل antiviral proteins ويعمل امرين، يا يعمل degradation مش هيحصل transcription لهذا النيوكليك اسيد، يعمل degradation لل messenger RNA او يعمل block يلتصق بالنيوكليك اسيد وما يخليش النيوكليك اسيد انه يحصل له replication. ومن هنا سمي انترفيرول لانه يعمل انترفير، يعمل انتر تداخل مع سواء مع الماسنجر ار ان اي او مع الريبليكيشن للنيوكليك اسيد. الكومبلمنت تكلمنا عن الكومبلمنت وقلنا في معنى تو باث واي في الان اي اللي هي الترنتيف باث واي ولاكتين باث واي، ودول كلهم في النهايه حيعملوا لايسس للاورجانيزم. ومعنا محاضره كامله حنتكلم عن الكومبلمنت بكل طرق الاكتيفيشن لها. في حاجة اسمها كمان أكيوت فيس بروتين وضيف المنتهى الأهمية. شوفوا الآن ماكروفيج أخذت دخل مايكروب أو فورين بارتكلز، فالماكروفيج عملت انجولفمنت. وانس إنها عملت انجولفمنت لهذا البارتكلز تروح تطلع سايتوكاينز. مش اتفقنا في المحاضرة الماضية إن السايتوكاينز هي محركات الخلايا؟ السايتوكاينز دي رايحة للليفر. خير إيش معاكم؟ أرسلتنا الميكروفيج وتقول لك انه في واحد غازي دخل، فبالتالي اكيد في غذاء لسه ما شفناهمش في الجسم.
فعلى طول الليفر يروح يطلع ما نسميه بالأكيوت فيس بروتين، استجابة لمن؟ للإشارة اللي أعطيت له اللي هي الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومر نيكروتيك فاكتورز. هذا الأكيوت فيس بروتين عبارة عن إيش؟ عبارة عن سيري أكتف بروتين، عدد كبير منهم، لكن أهمهم بالنسبة لنا سيري أكتف بروتين والفايبرونوجين. شوفوا السيري أكتف بروتين إيش هيعمل؟ هذا السيري أكتف بروتين حيروح خلاص حصلوا ريليزنج، أي بكتيريا حيروح يلتصق عليها. وانس انه التصق حيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت وبالتالي حيحصل لايسس لهذا الاورجانيزم. الفايبرونوجين حتعمل الاتي، مش الفايبرونوجين حيتحول الفايبرين، حيعمل سبريدنج للانفكشن، حيحوط الاورجانيزم ده، مش حيخلي الاورجانيزم ده يحصل له السبريدنج. احنا تكلمنا على الفسيولوجيكال بارير وهيمورال بارير والان الانفلاماتوري باريرز. حاجز الانفلاميشن، شوفوا اي تيشو انجري يحصل ريليزنج او ديستراكشن للماسل يحصل لها ديجرانوليشن. وانس انه حصل ديجرانوليشن للماسل حيحصل ريليزنج للأهم واحد فيهم كيميكال ميديتورز اسمه الهستامين. الهستامين شوفوا ايش هيعمل، فازو دايليتيشن. ايش معنى فازو دايليتيشن؟ انه معظم الفلويدز حيحصل لها ليكج. الامر الثاني حيزود انكريز البرميابيليتي، فحمد لو ما تزيد البرميابيليتي حيحصل ميجريشن للليكوسايتس. فكلهم دي فازو دايليتيشن والانكريز برميابيليتي حيؤدوا الى الساين اند سيمبتومز للانفلاميشن اللي هي ريدنس والسولينج والبين والهيك. الهدف منها ايش؟ الهدف منها انه اكيد الخلايا اللي راحت حتعمل انجالفمنت للباركل للفورين باركلز. اكيد انه من ضمن الاشياء اللي حصل عليها ليكج بالبلازما وفايبرولوجين، وحيعملوا كمان لوكاليزيشن للانفكشنز، فدي يعتبر باريرز مهم جدا بالنسبه للاميون سيستم. هذه كمان الصوره انه شايفين هنا حصل تيشو انجري، بعد التيشو انجري حيحصل ما نسميه بالفازو دايليتيشن وانكريز البروبابيلتي، بعد كده حيحصل فاجوسايتوزيس او انجالفمنت لاي مايكروب، وكل البروتينات اللي خرجت في البلازما بروتين زي فايبرولوجين حيعملوا لوكاليزيشن لهذه الانفكشن. وبالتالي احنا نقول لما نشوف اي انفلاميشن هي في النهايه الهدف انها تعمل لوكاليزيشن للانفكشن. وقلنا ساين وسمتومز سيمتومز انها الهيت والبين والريدنس والاديما او السولينج. طيب الان اشتي الاخوي جيف ريزونز ليش لهذه الاشياء اللي حتصلكم الان في الاكسرسايز.